مباشرة من حلبة سباق جمعية بكارة للتنمية والبيئة والثقافة من مدينة علاش نظم السباق الأول للعدو الريفي. مباشرة نستضيف هند الدوي مدربة لكرة القدم النسوية بالديار الإسبانية وبالضبط بمدينة برشلونة بنادي مطارو اللي حققت يعني عدة ألقاب وإنجازات وكذلك فازت بكأس العرش بمناسبة حضورها لحفل توزيع الجوائز مراسم توزيع الجوائز على المشاركين والفائزين المتواجدين في هذه النسخة الأولى من سباق العدو الريفي بكارة. تفضلي هند اش يمكن تقولنا على الحضور ديالك المشاركة ديالك حفل توزيع الجوائز وهذا التشريف للمرأة المغربية ومبدأ المناصفة وحكم حضورك يعني متميز اش يمكن تقولنا على المشاركة؟ عزيز الغربة وحتى المرتبة الثالثة وغادي يهدي الدبلوم لابن ديالو. جيت سعيدة مع الأطفال اللي اليوم كانت كان عندهم عدو اللي كانوا كيلعبوا السباق اللي تدار لهم بعدة جوائز وانا جيت سعيدة هنايا في قائد خالد. نعم وكيفاش يعني المشاركة النسوية الحضور ديال النساء كان متميز يعني في جميع الفئات كانت مشاركة لفتيات يعني براعم برعومات كذلك فتيان وفتيات فتيات يعني اقليم العرائش سواء بالقصر الكبير العوامرة العرائش يعني كيف في المشاركة كانت مشاركة صراحة جميلة ونتمنوا ان يكون ويزيدوا يكون عندنا هنا في مدينة العرائش بوديوم الله يجزيكم بخير نعم وشاركتي الى جانب ابطال العاب القوى باقليم العرائش منهم عادي الكوش بطل يعني بطل العالم في العاب القوى يعني اللي كان ابطال سواء 600 متر او 500 متر بالاضافه الى ابطال يعني الى العاب القوى باقليم العرائش ومدينه العرائش بالضبط وهذا يعتبر تكريم وتشريف لحضورك يعني متميز هذه السنه في جميع انشطه يعني من مناسبات المناسبات في العرائش الثانية يعني بالنسبة لك ما يضيف لتجربتك مشاركة يعني على مستوى الإقليم العرائش في دعم الأنشطة الرياضية والمناسبات الثقافية المرتبة الأولى دائما فئة المسلمين شحال وجدت موسيقى باش نختموا بها إذا حتى المرتبة الأولى فئة المسلمين سيباري إبراهيم إذا رسالة اللي كان وجهها للناس اللي كان يمارسوا كرة القدم انهم يزيدوا قدام ويتألقوا وغيكون خير ان شاء الله في المرة الجاية ما يوقفوش تحياتي.